أرى على الثقافة أنت من أكثر المطالبات بحقوق كافة الكائنات، لكن المرأة الكويتية بشكل خاص تعاني من قوانين مجحفة بحقها، بدءا من حرمانها من منح جنسيتها لأبنائها، انتهاءا بغياب تمثيلها في البرلمان. لماذا لا ترغبين في خوض غمار السياسة لتغيير هذا الواقع؟ يعني مش وضع المرأة الكويتية فقط، بس كوني كويتية سأتكلم عن لأنك كويتية. هو واقع المرأة العربية بشكل عام بالفعل لا يسر حتى الآن، حتى لو كان في تطور نسبي ملحوظ فيما يتعلق بالتعليم، فيما يتعلق ببعض الحقوق، حق دخولها البرلمان، بس لا زال هناك الأهم من دخولها معترك السياسة أو الحصول على المناصب هي حقوقها في مجال قانون الأحوال الشخصية، حقوقها في أن هي تحصل على الوصاية مشاركة مع الرجل على ابنها أو بنتها، أو حقوقها في الحضانة، حقوقها في هلا ووصاية أيضاً أعطيت للرجل بالمطلق، وحرمت المرأة من الوصاية على أبنائها، بمعنى أن أنا بنتي إذا مثلاً تطلب الأمر أن أعمل لها عملية لا أستطيع، لازم والدها فقط اللي يوقع. تخيلي إلى أي درجة، مثلاً مدرسة ما لش حق تقررين المدرسة إذا هو مو لازم الأب، أي شيء يتعلق بإصدار جواز، إصدار بطاقة مدنية، إصدار كل الأشياء اللي تتعلق بالمعاملات الحكومية يجب أن تمر عن طريق الأب. فإذا أراد الأب أن يعطل المسألة أو يعكر زين على المرأة حياتها زين، فيستطيع من خلال هذا الموضوع أنه هو يعاند يعني أشياء كثيرة، مثلاً بما في ذلك مثلاً حقها ممكن تأخذ مثلاً بعثة تعليم في الخارج، إذا والدها مو موافق ما تأخذ البعثة. يعني تخيلي وزيرة عندنا بكل هالسلطة والباور اللي عندها والقوة اللي عندها، هي لا تستطيع أن تحكم بأي شيء يتعلق بالوصاية على أبنائها، هي محرومة من هذا الحق.